هذا الخبر ديال الزيت اللي تلقيته اليوم كان خبر سيء، ما عجبنيش بزاف. 10 دراهم تزاد في 5 ايترو، كاين مشكل صراحه. والله حنا تنعانيو دابا كورونا، وكنا غالقين المحلات ديالنا وهادي، وملي فتحنا المحلات كتسمع تزاد الزيت، غتزاد هادي غتزاد هادي، فعلا كاين مشكل. وكنستهلكو 15 لتر في النهار، الا استهلكنا تقريبا شهريا غادي نستهلكو واحد 90 لتر. 90 لتر غادي تزاد، تقريبا 30 درهم في النهار، 90 فرانك هذيك في الشهر. كاين مشكل، والرسالة ديالنا تنطلبوا من المسؤولين يعاودوا النظر في هاد الاسعار اللي تزادت. ما حنا ما تلقينا بالرفض، والله يدير شي تاويل ديال الخير. والله هذا راه كاين مشكل، انا بالنسبه لي 90 فرانك في الشهر زايده راه كاين مشكل. وبالطبع قرار غير صائب، ولاني حنايا ما عرفتش انا راه دابا والله الا تصدمت كيفاش هاد الثمن هذا غيتزاد. مع هاد الازمه ديال كورونا فعلا راه غيكون المشكل غادي يتزاد، غيتزاد علينا حنا. والله بزاف د الحوايج غادي غيكون عندنا مشكل اكيد. 90 فرانك في الشهر عاد الكره ديال المحل عاد هذا، وتيتسالوا لنا من كورونا وكيتسالوا لنا الكره ديال المحل، راه كاين مشكل. والزيت ملي كيتلاح كيشريو شركات اخرين ب 4 دراهم و 50 فرانك لتر، هذاك بالطبع كيستافدوا منه اليد العامله اللي كيخدموا معاك وهذاك الشيء. انا ما كنتابعش هذا الشيء، هو المشكل ديال الزياده، راه هو المشكل غيكون ما غنتقبلوش صراحه.